ما رأيكم في إنسان حلف بالمصحف الشريف مرة ومرتين وثلاث إلى عشر مرات وهو كاذب؟ هل له من توبة؟ وهل عليه من كفارة؟ وما هي وما مقدارها إذا كان عليه كفارة؟ جزاكم الله خيرا. الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإذا حلف بآيات الله أو بالقرآن أو بسورة أو آية من كتاب الله أو حلف بالمصحف فلا بأس بذلك، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو من صفاته. قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالاستعاذة بكلمات الله التامة، والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فاستعاذته بكلمات الله التامة يدل على جواز الحلف والاستعاذة بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلامه سبحانه صفة من صفاته. بناء على ذلك فلا بأس بالقسم بالقرآن أو بالمصحف أو بآية أو سورة من كتاب الله عز وجل، لأنه حلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأما الكفارة فإذا كانت هذه اليمين على أمر مستقبل ممكن، كأن حلف لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا قاصدا عقد اليمين وخالفها، فإنه تجب عليه الكفارة. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وأما إذا كان حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك، وهذه هي يمين الغموس. إذا حلف على أمر ماض، كان حلف أنه قد فعل كذا وكذا أو أن زيدا قد جاء أو لم يأتي وهو كاذب متعمد، فإنه يكون آثما، وهذه هي اليمين الغموس التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، فعليه بالتوبة الصادقة وعدم العود لمثل هذا الفعل الذميم. نعم. جزاكم الله خيرا.